بدوش ياني افتح، ليش بدوش ياني افتح؟ شو عملت انا معي؟ انا بدي كتاب، روح تعرف عنو تشرفها، انت على ارض عربية تعرف. المسرحية والمسلسل الاسرائيلي لاقصاء البلد القديمة لتهويزها لاغلاق المحلة، يعني اليوم بنشوف يعني حضر كمية كبيرة من الجنود وعلى مدار اسبوع بحضر كل يوم عدد لاغلاق هذه المحلات، احنا طبعا نحاول قدر المستطاع انه ما ننصاعش لهذه الاوامر اللي هم تحدثوا عسكرية. بالماضي بلشت هي لما بلش عدد كبير من المستوطنين قذف حجارة على السكان على أصحاب المحلات على المركبات على المارة، طبعا آذوا المحلات بشكل يعني ضخم، لكن احنا صامدين يعني ما استطعنا. تفاجأنا انه لما المستوطنين قذفوا الحجارة على مدار ساعة كاملة ما كان في جندي اسرائيلي، سرعان ما حضر الجنود الاسرائيليين بعد ساعة، وطبعا هذه فيها عليهم استفهام. احنا توقعنا انه بدناش نصف الضحية، اقل ما فيها ما يعاقب الضحية، هم عاقبوا الضحية وامروا المحلات بالاغلاق لساعات معينة وتفريغ هذه المنطقة، لكن احنا بنتصور انه تواجدنا هون هو رباط صمود، هو وجودنا هو حياتنا، لكن احنا بنطالب دائما الجهات الرسمية انها يكون تواجد كل حضور من خلال الدي سي او، من خلال احنا عارفين في شيء اسمه الارتباط العسكري المدني، تواجدهم هون مهم، تواجدهم هون هو يعني الصح، لانه لا قدر الله لو اسرائيل قدر يفرض يمرر هذا القرار سقطت البلد القديمة، وهذه كارثة للوطن ككل مش بس للخليل.